هنا فين تحط هذا الشيء؟ راه الاخر بعيد عليه 100 متر. الزباله اللي حداه هذا، الزباله هذه خلاص حنا ولفنا هذا الشيء دابا. يا صاحبي اجي شويه دابا. هذا امتى جا هذا؟ هذا انا قلت لك انا كنت خارج كونجي، فاش جيت لقيت هذا محطوط. والغريب في الامر ديالو راه واحد بيناتهم 100 متر من الجهه الاخرى. من الجهه الاخرى راه واحد قدام سيموني، راه واحد هنايا مور هاد هاد راه كاين ملعب. تفوت الملعب تتلقاه. هاد الشيء تبنى في الليل كلشي، كيفاش دار هادي؟ حنا شوف حنا ما عرفناش كيفاش تبنى، والله ما عرفتش كيفاش تبنى هاد الشيء. فاش جيت لقيت كتصاوب هادي وقتها. هاد الناس هادو كيخدموا بلا وقت. ها؟ كيخدموا بلا وقت. اي كيجيو في الليل في النهار. في العشيه في الصباح. جاو حطوا زاد. تيخدم بالليل. يعني راه شي حاجه ما هياش، يعني الخدمه قال له خدمه الليل شفايا النهار. نعم. يعني الليل راه. هاد الناس كنتي حاضر عليهم في هادو كنتي؟ راه كندوزو من هنايا كنشوفو. باش كيجيو خويا؟ المهم راه كيجيو مع العشيه ويجيو مع الصباح وهذا. شفتهم فاش انستالاو هادشي؟ المهم فاش انستالاو ما شفتهمش. حيت راه عرفتي راه النخل هادي وحديد. والله واش بالليل ولا بالنهار؟ والاخر انا عندي الميتريكول ديالهم. مصور لهم ديال الطونوبيل، قال كاس لي حنا كذا كذا، قلت لهم شوف انتم اللي لا ماشي ما مسؤولينش هنا، انتم شفاره. فقتو نطو لقيتو هادشي؟ اييه. وهذا دريزو عاوتاني تركب قبل الفجر. غياب الحق اللي عيط عليا فريد المقدم كنقولها ونعاودها. لا ما نذكر السميات، الله يجازيك بخير، ما نذكرش السميات حتى شي واحد. راه هو اللي قال الاسماء، الله يجازيك كيفاش دار حتى هو راه بقى فيه الحال. ما نذكرش الاسماء حتى هو راه بغاو يتعاونوا معنا، ولكن ما لقاو جهد. راه هاد الناس هادو راه ما نعرف لا اله الا الله. نعم. وبالنسبه لنا حتى الازمه غادي ماشي مؤسسه. واه حتى كشور روينه هذه حشومه كاع يكون هذا الشيء كاع هنايا. وهذه دابا الازبال شو واخا الكاميو داز جوج دريزويات. ما فهمتش الكاميو شنو هذا؟ لا الكاميو ما كيهز والو. واخا خليونا هذا. اسمع اسمع هذا موضوع بوحدو، هذاك موضوع بوحدو. تفضل السالي، تفضل تفضل. نعم. احنا على المباشر مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من جماعه ايت ولال، وبالضبط كنتواجدوا في اقامه منازل الاسماعيليه. الساكنه كما كتشوفوا معنا هو على المباشر نساء ورجال، كلشي خارج هاد الاثناء هادي. كيقول لك تفاجئنا بالوضع ديال هاد النخله اللي هي عباره عن لاقط هوائي على شكل نخله، واللي كيقول لك انه ضار بينا وضار بالصحه ديال وليداتنا، وجاء ما بين جوج ديال المؤسسات التعليميه. ها هي مؤسسه تعليميه عموميه، مدرسه لنجمه الوسط، وكذلك مدرسه خاصه اللي كتواجد هنا، زيد على ذلك 460 شقه اللي كتواجد بالجانب ديالها. اشنو واقع استاذ؟ واش غادي نقول لك؟ رئيس جمعيه الاباء ولا كل واحد من الساكنه ديال هنايا، يعني كنقول لهم بان هذا الشيء اللي حنا تفاجئنا به، ما كناش يعني كنا مسافرين تجينا، عيطوا للاخوان قال لك ودي راه طلع هنا اونطين ما بين الصباح والعشيه. كذلك من قبل ما فراسنا ما يتعاود، ما هادشي كلشي، لان كيجيو نهار كيقادو فيه حاجه ويمشيو سيمانه 10 ايام ويرجعوا اش كي. راه داكشي اللي النهار الاول خلينا حنا حفره هنايا. حنا كنا كنقولوا بانهم غادي يديروا، كانوا كيقولوا بان غيديروا ديك الحفره ديال بلاصه ديال الازبال. هذا هو اللي قلنا، ديك ديال لي بوبيل قلنا راه مزيانه، يعني بادره طيبه هذه، ما يبقاش هذا الزبل هذا اللي كتشوف على المؤسسه وداكشي. ولكن فاش جينا تفاجئنا انه ما بين صباح وعشيه طلعوا اونطين هنايا، راه يعني وديجا تفاجئ وديجا وسريع، يعني وديجا اننا كاين واحد لونطين واحد اخر، يعني دون اخبار، ما خبروا حتى شي واحد لا من الساكنه ولا المسؤول على الساكنه اللي هو السانديك اللي ما كاينش بصفه نهائيه، يعني ما ساكنش هنايا وما معمرش معنا هنايا، ما كاينش هنايا. وبصفتي انا عاوتاني كرئيس جمعيه الاباء ما فراسناش كاع هاد المساله هذه، كاع ما علمونا ما قالونا. داز لونطين الاولاني، ها لونطين الثاني، وراه كاين الخطوات اللي اتخذتو مازال لحد الان راه حنا كنوجدوا عارضات، ها هما عارضه ديال السكان، يعني راه تسنى تقريبا راه كثر من 70 واحد اللي سنا معانا، ومازال
يعني من هنا للثلاث ان شاء الله راه غادي نديروا واحد غادي نوجهوهم السلطات المحليه يعني الجماعه ديال ايت ولاد الله الرحمن الرحيم، ومازال غنديروا مراسله واحده اخرى يعني باش نعلموا يعني المديريه الاقليميه ديال التعليم، وكذلك غادي نعلموا سميتو نديروا مراسله واحده اخرى هذيك فضيحه هذيك قلاقل، ومازال نديروا مراسله الله ينها لان هي اللي كتمدهم بالكهرباء يعني باش سميتو، ومازال نديروا مراسله واحده اخرى للجماعه لان هما اللي كيكونوا يعني كيرخصوا لهم هدف. شنو يعني اليوم واش هذا الشيء تعلمتوا عليه؟ فين هو الممثل ديال الساكنه؟ فين فينكم انتم؟ دابا السؤال العريض هو ان الممثل ديال الساكنه اوت غائب لانه مبقاش ساكن رحل كرا ضروري رحل وما لا هو تيسير الاقامه بالتيليكوموند دار هادشي ولا مفراسو ولا ما نعرف. دابا حنا هادشي راه كنقولوه في واحد الجروب غالبا يكون واصلوا لان تيوصلوا وربما فاش كنا مجموعين بلغنا انه عنده النقل المباشر لان الكاميرات وكيتجسي على الساكنه بالكاميرات كيلوح ليها وكاين باش يدير المصلحه العامه ديال الساكنه والمسائل اللي تتقي الساكنه عنده تخصص واحد هو. تعليقكم يعني انتم يعني كاطار وطني وك يعني ككفاءه عارف المساطير اللي كتجرى في هاد لي ريزو. دابا هاد الريزو توضع هنا هاد لي ريزو اولا راه ما يمكنلوش يتوضع هنا بدون اذن ديال الجماعه، يعني كاين مسؤوليه ديال السيد رئيس الجماعه في اطار يعني ما يخول القانون لان هذا ترخيص احتلال مؤقت ولا ما نعرف ديال هاد اللقيط ولا كيراء، يعني انا تنهضر على جامعه كان اي حاجه ما كتحط حتى كتخبر المصالح ديال الجماعه وكتوافق كيخلصوا لي تاكس المسائل ديالهم ودازوا داكشي اللي تحفر واللي تقاد كيتقاد عاد كي هذا يعني في اطار المسطره كاينه ولكن بالنسبه للمسطره نورمال هذا راه دليل انه مسطره كاينه. دابا بالنسبه للساكنه الساكنه متضرره السيد الرئيس ربما حنا دابا حتى حنا اللي تنطالبوا كساكنه الامر واقع غير يكون هي تواصل يكون تواصل هادو دابا من الناحيه العلميه تكون عندهم معطيات. حنا ما كرهناش هاد الشركه تجي تشرح والسيد الرئيس يشرح. كاين اضرار عليكم وعلى ولادكم وخايفين من الصراحه كاين خوف ديال السكينه هلع راه الناس في هذا كل شيء تيشكي تيقول لك اخويا انا السرطان وكاين في الواجهه وكاين جوج المؤسسات التعليميه يعني تيضرب على واحد المسافه كيغطي لان ما بين ريزو وريزو كاين مسافه بحال هذا. بالتالي الاخوان يعني هادو عندهم انه كما تيقولوا دي بحلال دي بحرام ترك حسن هذا يشكل تهديد للساكنه والساكنه كترفض انه يتدار حدا راسها. كاين لي زيسباس هذا والسيد ممثل الساكنه اوت المفترض انه يحضر ويقول وحنا عنده حق الرد. حنا الا قال لك ماشي اوت ها انت هو انتم تتشوفوا انتم دابا شحال انتم قضيتوا معنا هذا الوقت ما بانش ممكن حاضر معنا غيجي يحضر هذا هو. شكرا لك الحاج غادي نبقاو مع واحد كذلك من الساكنه والمتضرره واللي كيقول لك السلام عليكم سي منير. هذا الشيء راه ماشي صعب علي انا تفاجات منه وتصدمت الصراحه لله ما عمرك كنت متوقع بان هذا يكون حدايا راه بين عندها دابا عندها جوج لونتير كاين واحد بعيد على الاخر ب 100 متر والديور راه هما مدرسه هي مدرسه بريفي هي الملعب ديال الكره ها هو يعني انا علاش حطوا حدايا هذا الشيء علاش حطوا حدايا هذا الشيء ياديني وادي ولادي وادي جاري وادي كل شيء علاش اش بيننا وبينهم حنا تابعناهم ب 2015 عندك دابا بلاصتهم مع السي رشيد مع السي حسن وقفناهم خلاونا حتى شهر السبعه ما كناش جاو لصقوهم هنا في غفله ما فراسي ما فراسي انا والله متفاجئ بالله متفاجئ مع الفجر متفاجئ مع الفجر انا كنت في الدار تعيط لي الجار ديالي زكريا تيقول لي واش شتي ما شتي شفت التصاور طلعت السطا لقيت هذا الشيء كامل حدايا صراحة هادشي راه ما ضر انا بالنسبة لي راه خلعني راه يضرني ولادي وضرني انا بالنسبة لكم انتم يعني على حساب كاينة مجموعة ديال الدراسات كاين مجموعة ديال الكلام خارج هادشي ما يمكنش يجي تحطي هكاك اش ما يمكنش اذا راه كاين شي واحد مسؤول على شي اللي عطاهم الترخيص باش يحط هادشي هنا واش ما بقيناش فيه واش ما خافش علينا واش ما عرفش اش بينا راه المضره لينا ولولادنا وعيالاتنا وجيراننا وكل شيء وهذا العام المؤسسه راه تكون فيها واحد 400 تلميذ بحال كاينه في المؤسسه 400 تلميذ غتكون هذا العام هذا راه العام اللي فات كان تقريبا شي 360 هذا العام راه تزاد 400 واحد يتزادوا اقسام اخرين وباش تعرفوا واحد الحاجه بان التلاميذ هادو راه يعني راه كيجلسوا تقريبا 8 ديال السوايع في المؤسسه وما كيجلسوهاش في ديورهم
يعني باش غيجلسوا 8 السوايع ما بين جوج ديال لي زونطين راه كنظن راه مساله واضحه يعني فوالا وتيران سبور تحت منهم وقلت كان لو كان هي لونطين كون كان هي اونطين بعيد على اونطين راه هو هذاك فيه كيبان فهمتيني ها الثاني يعني كون هي كان واحد بعيد على واحد بواحد المسافه ديال واحد الكيلومتر ولا جوج حنا حاطين جوج ما عطيناش واحد حنا باغيين في الدراري غيخرجوا مساكن غيطير لهم الرياضيات وكلشي في الراس وهادشي هذا اللي كاين الله نتمناو حنا كنتمناو من المسؤولين انهم باش يوقفوا هاد المزالة هذه ويرفعوا علينا الضرر هذا لانه يعني هادو راه كل كما هما وليداتنا راه وليداتهم وليدات المغاربه كاملين وحنا راه كنترجوا دائما في سيدنا الله ينصرو لانه هو اللي يعني كنقتديو به في جميع الحاجات جميع البرامج اللي كيديروا في اي حاجه كيديرها راه حنا هو راه سيدنا الله ينصرو هذا هو اللي كاين تبارك الله عليكم. نعم باقي شي كلمه شي اضافه الاخوان؟ نعم خويا شي اضافه تفضل اخي. السلام عليكم. انا من كرئيس سابق لسندك منازل الاسماعيليه هنايا لذلك كان في 2015 جو 2015 داروا لنا بحال هذا البوطو هذا ديال اللقيط الهوائي واحتجينا وحيدوه ودابا دازت 4 سنوات وتيجيبوا لنا جوج اخرين هذا يعني بحال كيتحداونا ولا هذه وحنا المشكل ديالنا الكبير هو الخوف على الدراري ديالنا وعلى والدينا وعلى الاطفال اللي كيقراو في المدارس وتيقراو في المؤسسات اللي حدانا والناس اللي كيلعبوا الرياضه هذا راه مشكل كبير وعاوص وتنتمناو رفع الضرر وكانوا نشيط السلطات اللي فيهم الجماعه القرويه ديال اي تولان بشخص السيد خالد الطويل باش يرفع علينا الضرر وشكرا. رسالتكم واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا وعلى المباشر كانت هذه تصريحات المواطنين وكذلك رئيس جمعيه اباء وتلاميذ هذه المؤسسه التعليميه اللي تحط حداها هذا الريزو او هذه النخله هذه. سمعنا الان انه الناس كطالب فقط انه اتراعى خصوصا انهم جوج ديال الريزوات اللي تحطوا في يعني بمسافه يعني ما بعيدش على بعضياتهم فالريزو الاخر راه كيتواجد في الجهه الاخرى وهذا ها هو امامنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. عفوا كما كتابعوا معنا ولكن الغريب في الامر مشاهدينا وما غتفوتناش الفرصه لانه كما عرفتوا علينا دائما انه ما عندنا ما كنغطيوش الشمس بالغربال وحنا كنصوروا في هذا الموضوع اللي دواو معنا عليه الساكنه كنتفاجئوا بهذا الكم الهائل ديال النفايات اللي موضوع هنا اللي فيها نفايات منزليه ومختلطه كما كتشوفوا معنا القديم مرونه ورائحه كريهه اللي كنشوفوها والغريب في الامر هو انه شفنا انه حضرات الشاحنه ديال الجماعه او اللي كتقوم بالمخصصه للنظافه مشكورين على العمل اللي كيقوموا به عمال النظافه ولكن هنا نسائل الجماعه ونسائل مصالحها واش هذا اشنو هذا كيتعتبر واش هذه ماشي نفايات واش ما كاينش عندها الاليات باش تحيد هذه الازبال كامله وخصوصا بجانب مؤسسه تعليميه وكتشوف فيه الساكنه صباح مساء وهذا من الاحياء الراقيه هل فيلات هل موبلات اذا كنتمناو انه الجماعه انها تقوم بالدور المنوط بها فيما يخص هذا الباب هذا خصوصا انه كاين الاليات وكاين كل ما يمكن انهم يقضيو على مثل هاد المزبله اللي كتكون بشكل عشوائي هنا وسط الساكنه للاسف فهنا كنعرفوا انه هذا فتره الصيف عوده الجاليه المغربيه عوده عدد من المواطنين داخل الوطن اللي كياخذوا الكونجي ديالهم وكيرجعوا يدوزوا اوقات جميله مع العائلات ديالهم عيب وعار يجيو يلقاو مثل هذه الصوره امامهم والمغرب خطا خطوات كبيره في الطاقات النظيفه وفي الطاقات الخضراء وبزاف يعني عيب وعار كنتمناو انه التدخل العاجل وايجاد حل لهذا المشكل اللي امامنا كذلك كنتمناو التفاعل الايجابي للجهات المختصه فيما يخص هذا الريزو اللي كيتكلموا عليه هاد الناس بلاتي يا الاخ بلاتي يا صديق بلاتي يا صاحبي اجي موراي نعم شريف نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا هو على المباشر دائما هنا كما كتشاهدوا معنا هنا المشكل اللي خلى الساكنه انها تخرج الان ولانها واقفه وكتسيني العرائض ديالها كنتمنوا التفاعل الايجابي مع المطالب ديالهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في نهايه هذا البث المباشر من منازل الاسماعيليه واللي كما سمعنا انه كاينه مشاكل كذلك تاع على مستوى السانديك وكذا فهنا كنتمنوا انه الجهات المختصه تدخل على الخط وتشوف اش واقع عدد الساكنه هادو شكرا لكم كان معكم منير معطاوي من جماعه اي تولال اقامه منازل
الإسماعيلية، إلى اللقاء.